بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 33. حنتكلم عن الانتيروباكتر والستروباكتر والسريتشا. حنتكلم في المورفولوجي في الديزيزز في اللاب دايجنوسيس في التريتمنت. بالتأكيد المورفولوجي أصبح سهل جدا بالنسبة لهم الثلاثة، أكيد لأنهم كلهم انتيروباكتريسي، فهم جرام نيجاتيف باسيلاي موتايل نان كابسوليتد و نون سبور فورمين موجودين بيعيشوا في الانتستاينال، وكمان ممكن موجودين في الريسبيراتوري تراكت، وكمان موجودين في الانفيرومنتال في الساكروفايتس في السويل اند الووتر. الستروباكتر دي لاكتوز فيرمنتر، يعني بتعطي بين كورنيا على المكونكيا اجار، والستروباكتر دي تشبه الاشليشيا كولاي تماما باستثناء انها ستريت بوزيتيف، وزي ما انتم عارفين الاشليشيا كولاي كانت ستريت نيجاتيف. الانتيروباكتر نفس الوضع لاكتوز فيرمنتر، وبتعطي بين كولوني على المكونكي، والانتيروباكتر دي تشبه الكليبسيلا لكنها هنا موتايل، والكليبسيلا في الحقيقه نون موتايل زي ما عرفنا. النقطه الثانيه اللي هي السيريتشيا ميرسيسانس، السيريتشيا ميرسيسانس دي لها يونيك كاركترز، انها بتنمو وبتعطي بيجمنت لما تكون في الروم تمبريتشر، والبيجمنت تختفي دي لما نحفظها عند 37 درجه مئويه. الان الديزيز اللي ممكن يعملوهم الثلاثه، اكيد اليو تي اي انفكشن واحده من اشهر الديزيز، يعني ممكن يعملوا يو تي اي انفكشن، اكيد وند انفكشن، اي كونتامينيشن بوند ممكن يحصل واحده من الاورجانزم دي تعمل وند انفكشن. نقطة مهمة جدا انه الخاصة السريتشا اللي هي الميرسيسانس في البلد ستريم لما يكون في انفيسيف بريسيجرز زي في الهوسبيتال في ريسبيراتوري انتيوبيشن، في الانترافينس انجكشن، في كمان اللي هو اليورين كاثيترز، اي انفيسيف بريسيجرز خاصة اللي هي سريتشا الميرسيسانس دي ممكن تعمل الديزيز في الهوسبيتالز وفي اي انفيسيف بريسيجرز. اللاب دايجنوس حقهم فيري سمبل، السبيسيمن بناخذها اكوردنج السايت اوف انفكشن، طبعا دول بعد ما نزرعهم البايوكيميكال رياكشنز حقهم الانتيروباكتر اندور نيجاتيف والميثايريد نيجاتيف فوكس بسكار بوزيتيف الستريت بوزيتيف وهي موتايل، الستروباكتر الاندور بوزيتيف الميثايريد بوزيتيف والفوكس بسكار نيجاتيف والستريت بوزيتيف، السريتشا كمان اندول نيجاتيف والميثايريد نيجاتيف والفوكس بسكار بوزيتيف والستريت بوزيتيف. وكمان نعمل بالاي بي اي سيستم عشان يكون في كل البايوكيميكال رياكشنز نعملها، او بالفايتك سيستم نعمل لهم ايدنتيفيكيشن. التريتمنت بالنسبه لهم زي ما قلنا هم ريزيستنت، وخاصه للبنسلين حيكونوا ريزيستنت، لكن بنستخدم لهم عمليه غالبا الثيرد جنريشن كيفالوسبورينز، يعتبر من الادويه اللي هي سنسيتيف لهذه البكتيريا. كنت معكم فيما مضى في هذه المحاضره البسيطه او حول الانتيروباكتر والسيتروباكتر والسيريتشا، اللي هي تكلمنا عن مورفولوجي، على الديزيزز، على اللاب دايجنوسيس، على التريتمنت. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.